السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ده جهاز التعقيم اللي تم تعديله زي ما انتم شايفين كده. ده الجهاز ده كان شغال بكارتة وشاشة LCD عادية وزراير، وتم تعديله لشاشة 5 بوصة تاتش. الجهاز ده هوريك دلوقتي هيشتغل ازاي. طبعا بعد ما حطينا المية وظبطنا الليفل بتاعها مظبوط، قفلنا كويس عليها تمام. بعد ما قفلنا تمام وتأكدنا من القفل، هنروح على الشاشة ونعمل لها زوم تمام، وهنشغل مفتاح الباور. اول ما مفتاح الباور بيشتغل الشاشة بتفتح كده وبتقول لك ويلكم ستارت، وطبعا التعديل ده تم تمام. واول حاجة بتبدأ فيها ان انت بتعمل ستارت، ده ببساطة جدا بيظهر لك بعد كده ايه التعقيم المناسب لك، اذا كان 121 او 132. كل ما عليك ان انت هتختار 121 مثلا، هيظهر قدامك شاشة تانية بيقول لك ستارت برجرام، بيقول لك نوع التعقيم اللي انت عليه دلوقتي 121 ودرجة الحرارة الموجودة حاليا، ويقول لك اتك على ستارت او اضغط على الستارت للتشغيل او ارجع للشاشة السابقة اللي انت كنت عليها وتختار مثلا 132. هيديك نفس الشاشة بس بيقول لك هنا ان انت دلوقتي في 132، بيقول لك اختار الستارت انك تبدأ البرنامج او ترجع تاني. احنا هنرجع تاني ونختار 121. اول ما هنبدأ نشتغل هنضغط على السويتش الستارت، اول ما ضغطت فيه صوت السوناي اتفتح، ابتدى الهيتر هيشتغل دلوقتي. طبعا الموضوع هيبقى صوت الهيتر ابتدى يعلى اهوت ويسخن، لكن لسه ما عملش فرق في درجات الحرارة. في سويتش تحت هنا او مكان بيقول لك كنسل، لو انت عاوز تكنسل الدورة وتتحرك لبره. طبعا انا هلغي الدورة ديت لانها طويلة وهبرجع اكملها بعدين. هرجع تاني هكنسل الدورة خالص واطلع كده، فصلت وخرجت ورجع لاند بروجرام، برنامج كده انت خلصته او انت لغيته. بيقول لك اند بروجرام ريستارت بروجرام، ابدا برنامج جديد. ضغطت تاني ترجع للشاشه اللي احنا كنا موجودين او القائمه اللي كنا موجودين عليها قبل كده اللي فيها تعقيم ال 121 او ال 132. وبعد كده في حاجه اسمها بروجرام اللي انت لو انت عاوز تبرمج شويه حاجات زي ايه مثلا. اول ما تخش فيها هيوديك لشاشه بيقول لك انتر باسورد، طبعا هتدخل الباسورد او ما تضغط اوكي هيفتح لك الشاشة ديت. بيقول لك انت اول حاجة بيقول لك ديت قائمة الضبط، اول حاجة في قائمة الضبط ديت اللي بيقول لك اظبط درجة حرارة الوقت، سوري معلش الوقت او التايم بتاع التعقيم، وقت التعقيم المناسب لك. انا زي ما عامله مثلا عامله 20 تمام، لكن هنفترض انك عاوز تغيره هتضغط عليه هيوديك لأب وداون شاشة تانية بيقول لك اظبط ده وقت التعقيم، ممكن عادي تزود زي ما انت عاوز، بيزيد 5 5 5. هو بيبقى ده الداون، هو بيبدأ من عند 15 ما ينفعش يقل أقل من كده في التعقيم، وبيزود 5 5 5 لحد ما يوصل لساعة. طبعا لو انت محتاج ساعة تعقيم ماشي، مش محتاج خلاص انا طبعا ظبطه على 20 دقيقة التعقيم تمام. وبرجع باك للقائمة اللي كنت عليها. بعد كده بيقول لك دراي تايم سيتنج، اظبط وقت الدراي عاوزه قد ايه، هيبقى وقت الدراي هيبقى قد ايه، وقت التجفيف هيبقى قد ايه. بكل ما عليك انك بتروح تضغط عليه، ونفس الموضوع برضو بيبدأ من 15 وبيزيد 5 لحد ساعة من التجفيف تمام. انا ظبطه على ربع ساعة تمام، وبرجع اختار في حاجة في ده. هنبدأ بقى قائمة الالارمات.
او ضبط الوقت بتاع الالارمات. عندي الارم او الارم بيقابلني او ضبط الالارم اللي بيقابلني. ست تايم لو هيتر، لو الهيتر هو في وقت التعقيم درجة الحرارة نزلت عن معدل، مثلا هنفترض احنا شغالين على 121 تمام، والدرجة نزلت لحد 119، الوقت اللي هتقعد عليه بعد 119 قد ايه وتعمل الارم او تدينا الارم كارت دايرة الارم، او في مشكلة بقى ان الهيتر او درجة الحرارة نزلت وبقى في مشكلة، الزمن اللي هتقعد عليه. انا اول ما بختار انا عامله على 5 دقايق، لو هي درجة الحرارة نزلت تحت ده في حالة لو في الارم درجة الحرارة نزلت 5 دقايق، قعدت 5 دقايق وما رجعتش لوضعها الطبيعي تاني في خلال 5 دقايق بيدي الارم. طبعا بختار، ممكن تظبط زي ما انت عاوز برضه تعلي او تمام. انا عامله 5 دقايق بالظبط عشان يحصل لو 5 دقايق والهيتر ما رجعش لوضعه الطبيعي او درجة الحرارة ما رجعتش لوضعها الطبيعي تديني الارم 5 دقايق بكنسل واطلع. بعد كده دي اول قائمه، بروح للقائمه اللي بعدها. القائمه اللي بعدها بيقول لك ست تايم لونج هيتر بيفور 100، قبل درجه اظبط درجه الوقت اللي الهيتر هيشتغلها قبل ال 100. بمعنى ايه قبل ال 100؟ قبل درجه الحراره ما توصل 100 الهيتر هيقعد قد ايه عشان يوصل درجه 100؟ انا عامله طبعا هنا 50 دقيقه عشان لو الميه ساقعه او الجو ساقع او الهيتر شغال ضعيف، فانا عامله 50 دقيقة. ممكن نظبط درجة الحرارة من هنا، اعلي او نوطيها. انا ظابط على 50 دقيقة، يعني بمعنى ايه 50 دقيقة؟ ان الهيت درجة الحرارة في خلال 50 دقيقة ما وصلتش المية. طبعا هي ممكن توصل في خلال 20، ممكن توصل في خلال 30، لكن اكبر حد او اكبر وقت زمن ممكن الهيتر درجة الحرارة توصل لمية 50 دقيقة ما وصلش المية، يبقى في مشكلة طبعا في الهيتر. هيدينا الارم لو هيتر هيتنج ويدينا الارم ويطلع بره على بره الشاشة وهيدينا الارم فيها. بعد كده ست تايم لونج هيتر افتر 100، بعد ال 100 بعد ما يوصل لل 100 ويوصل لحد 121 او 132 الزمن ده هيبقى قد ايه؟ انا عامله 40 دقيقة طبعا زي ما احنا اتعودنا، ممكن نظبط منه عالي وواطي 5 دقايق فوق 5 دقايق تحت. انا عامله 40 دقيقة بمعنى اني من ال 100 درجة لحد ال 121 او 132 لا يستغرق اكثر من 40 دقيقة، لو استغرق اكثر من 40 دقيقة طبعا هيبقى في مشكلة كده، يا اما في مشكلة في جوان الباب او في تسريب طبعا من اي مكان تاني او طبعا الهيتر مش محقق مش شغال كويس تمام، فبيديني الالارم لان مش ممكن يقعد اكثر من 40 دقيقة طبعا، ممكن الوقت ده تقلله وتزوده زي ما انت عاوز. بعد كده في حاجة اسمها ست تايم لونج انلودنج اللي هو وقت التفريغ، نفس الموضوع ده وقت التفريغ ان هو بعد ما بيخلص تعقيم المفروض بيخلص البخار اللي جوه وبيخرجه عشان بعد كده يخش مرحلة التجفيف. الزمن ده هيبقى قد ايه؟ لا يتجاوز، مش الزمن ده يبقى دي، لا يتجاوز الوقت ده، لان يعني طبعا ظبط على 20، ممكن طبعا تعودنا نزود ونقلل منه اللي هو 20 دقيقة، اكتر من 20 دقيقة يبقى في مشكلة. على سبيل المثال يبقى السرونايت بتاع التفريغ بايظ او مش شغال كويس، فانا بعرف هيديني الارم طبعا عشان لا فيش ممرض يجي يفتح او حد يفتح ويحصل المشكلة قدر الله. بعد كده لا اما في يظهر لك بعد كده باك ونكست، طبعا باك هترجع للصفحة اللي كانت قبل كده البيج، وبعد كده نكست تروح للصفحة اللي كنا عليها، وبعد كده نكست تروح للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها بيقول لك ست تايم سيفتي بيفور اوبن دور، يعني الوقت اللي هو الامان بعد ما يحصل الارم مثلا، الجهاز يقعد قد ايه ما حدش يستخدمه ويقف ويفتح السرونايت ويفضي البخار ويرجع لوضعه الطبيعي. انا عامله طبعا 5 دقايق، طبعا احنا ممكن تظبط زي ما احنا اتعودنا، بس هنا ما بيزيدش بالخمسه، بيزيد بالدقيقه في الواحده من 5 لحد 30، اقصى حاجه 30 دقيقه. طبعا هو 5 دقايق حلو قوي، لو حد شايف ان هو قليل ممكن يزوده 5 دقايق. طبعا بيرجع للباك. بعد كده التايم دي ست تايم اند ديت اللي هو ضبط الوقت الزمن والتاريخ، مجرد انك تضغط عليه طبعا بسيطه، تضغط عليه هيظهر لك الشاشه بتكتب السنه وبعدين الشهر وبعدين السنة والشهر واليوم بعدين الساعة والدقيقة والثانية، وتضغط اوكي خلاص بتبقى سايف الموضوع. هنكنسل طبعا عشان ما نغيرش الساعة.
ونروح بعد كده في قائمة اللي هي آخر بند هيبقى رقم 9 اللي هو set change the password. لو انت عاوز تغير الباسورد مثلا هنخش مثلا نغيره ونضغط 1 2 3 4 ونضغط اوكي كده خلاص اتسيف وخلاص كان خلصت كده السيتنج بتاعي. فعاوز اسيف كل حاجة بضغط على زرار تسييف سيف كده وخرج للشاشة الخارجية خالص تمام ورجع للوضع التشغيل على الوضع اللي احنا بنبدأ عليه. اول حاجة عاوز نعملها هنجرب مثلا على 132 ضرب على 21 او البطاقة ستارت السونات هيبدأ يشتغل والهيتنج الهيتر هيشتغل تمام كده. انا هفصل الفيديو دلوقتي لكن هرجع اتابع كل فترة لان هياخد وقت شوية في الهيتنج وعشان وقت التصوير الفيديو يعني. لكن هرجع كل مرحلة هصورها لوحدها تاني كده. رجعنا نصور تاني هو وصل دلوقتي لحد 99 درجة. مجرد ان هو يوصل للمية كده هيبقى عدى المرحلة الاولى تمام. هو طبعا بين 98 و99 لسه السخان شغال. اول ما يوصل للمية هيبقى كده عدى المرحلة الاولى في التسخين وتبدأ المرحلة اللي احنا قلنا عليها بعد كده من 100 ل 121 او 132 تمام كده. لكن لو الالارم اللي احنا قلنا عليه اللي هو الوقت الزمن اللي كنا عاملينه اللي هو قبل المية الزمن ده يبقى قد ايه؟ انا طبعا كنت اتذكرهم ان هو كان 50 دقيقة. فطبعا الوقت طبعا الحمد لله اقل من كده بكتير جدا. بس طبعا لو هو زاد عن كده وما وصلش للمية في الوقت ده بيدينا الارم. لكن لو عدى المية ووصل للمية يبقى كده عدى المرحلة الاولانية ويخش على المرحلة التانية اللي هي من 100 ل 121 او 132 وفي الزمن اللي كنا حاطينه اللي هو 30 دقيقة. طبعا ان شاء الله هيعديها طبعا وهيبقى اقل من 30 دقيقة طبعا يعني تمام. انا معاك اهوت لحد ما يوصل للمية وصل للمية السونات لو انت سمعته قفل خلاص تمام وابتدى السخان هيشتغل من المرحلة التانية اللي هي من 100 ل 121 او 132. طبعا احنا شغالين على 132. اوقف الفيديو برضو تاني لحد ما يوصل لل 132 وارجع اكمل تصوير. رجعنا تاني اهوت بعد ما وصلنا لدرجة حرارة 131 تمام. درجة حرارة 131 اول ما توصل ل 132 هتخش مرحلة التعقيم. طبعا هي بتروح بين 31 و 130 لسه السخان شغال طبعا. تمام وانا عاوز افضل بس لحد توصل 130 وهوريكم حاجة. هي لسه 131 طبعا انا قلت هشغل 132 بحيث تبقى اكبر درجة او اعلى دورة في التعقيم. عذرا بقى طبعا الفيديو طويل شوية بس هو التعقيم هو اللي مراحله طويلة شوية. هو دخل اول ما وصل ل 132 طبعا راحت 102 ورجعت تاني ل 131 لكن هو طبعا دخل تعقيم لكن هيفضل مستمر لحد ما يجيب ال 132 طبعا. عاوز اقول لك ليه برضه حصل كده المشكله دي 31 راح ليه ل 132 ورجع ان في تسريب في الباب في جوان الرباط. طبعا المهندس محمد ان شاء الله هيعالجه ويظبطه. البار نفس الموضوع واطي نسبيا برضه عشان التسريب اللي حاصل ده تمام. لكن الدرجه رجعنا لها تاني اهوت وصلت ل 132 الهيتر هيفضل مستمر. طبعا التسريب ده بيخلي الحراره تفقد نسبيا. طبعا ان شاء الله المهندس محمد هيظبطه. انا معاك اهوت فيديو. طبعا التايم شغال تحت 19 دقيقة احنا كنا ظابطينه على 20 دقيقة. طبعا التايم شغال. طبعا في زرار سويتش اللي هو كانسل لو انت عاوز تكنسل الدوره وتطلع منها ولا حاجه طبعا شغال اهوت.
بقى 18 دقيقة. درجة الحرارة طبعا نزلت نسبيا نتيجة التسريب اللي في الباب ده، لكن ان شاء الله هو مستمر. طبعا في الارم هنا لو احنا كنا ظابطين عليه، لو نزل ل 129 دي 129 ولمدة 5 دقايق هيدي الارم. طبعا طبعا مستمر في التسخين برضو ما فصلش. 132 ترجع تاني وضعه الطبيعي اهوت. ان شاء الله المهندس محمد هيعالج لنا الموضوع بتاع التسريب ده عشان نقدر نحافظ على درجة الحرارة ما تخبطش. طبعا هقفل شويه ونكمل الفيديو بعدين. طبعا رجعنا تاني اهوت، التعقيم فاضل فيه دقيقتين اتنين، درجة الحرارة 133 طبعا هي شغالة، طبعا فاصل دلوقتي. انا هفضل معاكم بس لحد ما ينقل اللي بعد كده لمرحلة اللايدنج اللي هو التفريغ، تفريغ البخار تمام، وهوريكم البخار وخارج لحد ما يوصل لمية درجة تمام. هو فاضل دقيقتين، اقل من دقيقتين طبعا. درجة الحرارة 133 34 طبعا هي مش ممكن تتخطى مرحلة 138، وبعد كده يديني الارم هاي او مش ممكن تنزل عن 129 لمدة 5 دقايق طبعا يحصل لي برضو الارم لو. هي وصلت دقيقة اهيت، فاضل اقل من دقيقة ويخش المرحلة اللي بعد كده مرحلة التفريغ، تفريغ البخار تمام. الصنايعة هيفتح ويطلع البخار، ومرحلة اللي هي التايم اللي كنا ظابطينه قبل كده اللي هو بتاع 20 دقيقة، لازم درجة الحرارة توصل لدرجة 100 عشان يخش بعد كده التجفيف. هنتابع مع بعض، أول ما يوصل لصفر هينقل ويغير والبخار هيبدأ يطلع، الصنايعة هيفتح ويطلع بره. طبعا محافظ على درجة حرارته طبعا، فتح الصنايعة اهو زي ما احنا شايفين، البخار كده يخرج وهيستمر موضوع خروج البخار ده مرحلة اللودينج اللي هو التفريغ، هتفضل شغالة لحد ما يوصل درجة الحرارة 100 عشان يفرغ البخار اللي جوه عشان ما يفضلش نسبة مية او حاجة على الالات اللي هي بتتعقم. هيوصل لمية، هقفل طبعا لحد ما يوصل لدرجة حرارة 100 وبعد كده هتابع مع حضرتك تاني. تمام، شايفين البخار خارج اهوت تمام عشان يعمل عملية التفريغ. طبعا رجعنا نكمل اهوت مرحلة التفريغ، درجة الحرارة دلوقتي وصلت ل 102. درجة الحرارة دي طبعا او الدرجة دي بتنزل طبعا عن طريق نفسها. طبعا الدرجة نزلت عن 100 تمام، ونقلت مرحلة الدراينج اللي هو التجفيف لمدة 15 دقيقة زي ما احنا ظابطين. طبعا لمدة 15 دقيقة هيبدأ يعد، السخان فيها فاصل، الصنايعة فاصل، كل حاجة فاصلة ما عدا التايمر شغال وحابس درجة حرارة جوه اللي هي درجة الحرارة احنا عملنا تحكم فيها 100 جوه عشان تجفف لنا الالات لمدة
15 دقيقة طبعا في زمن زي ما احنا ظابطين في الاول كده قبل كده على 15 دقيقة، ممكن نزوده او نقلله زي ما احنا، اقل حاجة 15 دقيقة ممكن نزوده على كده. هقفل معاكم دلوقتي وارجع اتابع برده تاني. عاوز اقول حاجة، نبه حاجة، لو في زر كنسل ممكن اكنسل الدورة في اي وقت انا عاوزه، تمام كده. وفي الارم طبعا، هرجع اكمل تاني. نكمل الباقي. يوصلنا دلوقتي للدراينج اللي هو التكييف، ولمده دقيقتين اتنين، كنا طبعا ظابطينه على 15 دقيقه، وصل لحد دقيقتين. وفي طبعا زي ما احنا قلنا مفيش غير في الشاشه كنسل لو عايز اكنسل الدوره، طبعا مش عاوزها كنسل طبعا. لكن فاضل دقيقتين اتنين والدوره تنتهي اصلا. انا معاك اهوت. طبعا معلش طول الوقت، لان هو التعقيم وقت طويل شوية. بينا واحد، فاضل دقيقة واحدة. طيب فاضل دقيقة واحدة، واحد منت والدورة تنتهي. اول ما الدورة تنتهي هينتهي الصفحة اللي هو بيقول لك ان البرنامج انتهى خلاص، او دورة التعيين انتهت. نتابع مع بعض. هذه الشدة طبعا. طبعا كنا بنعم على التعييم 132 درجة، مش 121، بحس بدورة كبيرة كده. البرنامج او الدورة خلصت وكل حاجة انتهت كده خلاص. كتب لي end program restart program، ابدأ برنامج جديد. طبعا خلاص الجهاز كده وقف، وقف خلاص. المستخدم طبعا هيجي ويضغط على ريستارت ويرجع زي ما بدأنا بالأول خالص، يختار المرحلة أو الدورة اللي هو عاوز يشغلها. إذا جت 21 تمام، طبعا 193، ويضغط ستارت، يبدأ دورة جديدة تمام. طبعا مش هنبدأ دورة جديدة خلاص، هنكنسل ونرجع النهاية، نرجع للدورة ديت. عاوز أعمل لكم بس حاجة بسيطة كده، هعملها عشان اوريكم شكل الالارم. طبعا ما حصلش اي الارمات معانا، اذا كانت الالارم لو او الارم هاي او اي الارم في التسخين مثلا او وقت التفريغ، حتى ما حصلش الارمات والحمد لله الدوره انتهت. انا هعمل حاجه بسيطه كده وارجع اوريكم شكل الالارم بيبقى عامل ازاي، وازاي اكنسله، وازاي اطلع منه عشان اخش دوره جديده. طبعا احنا عملت، رجعت لكم تاني. طبعا انا عملت شويه اعدادات كده بحيث يديني الارم ان هو كان وقت طويل جدا في الهيتنج، وهيدينا الارم. طبعا الالارمات كلها هشرحها لكم واقول لكم هتبقى شكلها عامل ازاي، بس انا عملت السيتنج ده مخصوص عشان يقول ان هو يعرفنا الالارم شكله ايه او ايه اللي هيحصل فيه، نوع من انواع الالارمات. طبعا دخلت عملت السيتنج ده بحيث يديني الالارم ده ان هو خد وقت طويل جدا في التسخين، تمام كده. هنتابع معاك اهوت لانه هيحصل خلال دقيقه او اقل من دقيقه. انا ظابط الموضوع ده كده، ضغط طبعا 115 116، المفروض توصل 132. طبعا كنت ظابط الاعداد على وقت قليل بحيث يدينا الارم ان هو ما حققش يعني تمام، او ما وصلش في الوقت اللي هو عامل فيه الاعداد ده. انا معاك اهوت، حصل الالارم، الصنايع اتفتح، ابتدى البخار يخرج، اداني الارم على الشاشة. في زي ما احنا شايفين في على الشاشة في عداد رقم 5 بيقول لي تحتها لونج تايم هيتنج، خد وقت طويل في التسخين. وفي زرار كنسل، مهما اتك عليه مش او اضغط عليه مش هيطلع بره الصفحة دي الا بعد ما التايم ده ينتهي، تمام كده. طبعا في صوت بازر شغال، لو مكتوب عليه جنب علامة البازر تمام هنا اهوت في اون. لو انا عاوز افصله خلاص، انا شفت الالارم خلاص بس عاوز افصل الصوت، ممكن اضغط عليه فبقول له اوف، لكن التايم والهيتنج لمدة الخمس دقايق، السيتنج اللي هو بتاع الامان السيفت اللي احنا ظابطينه الاول 5 دقايق تمام كده.
اهو طبعا انا فصلت البازر قاعد اشغله اشغله مش قاعد اشغله خلاص انا بفصله تماما عشان خاطر انا عرفت خلاص، لكن لو ما حدش جنبه هيفضل شغال زي ما انت شايف كده وموجود كنسل، لكن مش هعرف اطلع براها. تمام انتظر دقيقتين لما الوقت يخلص وارجع اكمل معاكم تاني. بعد ما خلصت الدورة وطلعت المرحلة ديت خلاص بنهي بقى البرنامج بتاعي وبفصل الجهاز، بياخد ثواني طبعا والجهاز بيفصل.